فعلا. التوقع بالضبط كان يسير باتجاه السيد محمود المشهداني، على اعتبار انه الاطار التنسيقي وتقدم وجزء من المكون السني الاخر توافقوا بالتمام والكمال على ترشيح او تمرير شخصية السيد محمود المشهداني. وانا اقول انه ليس هناك عدم ثقة فيما بين الكتل، وانما هناك تمرد على رؤساء الكتل وطرد او ابعاد امزجتهم عن الحاله اللي يعيشها العراقي، لانه كثير من رؤساء الكتل لا يقدمون مبدئيا اهتمامهم بالعراق وتطلعاته ومستقبله، وانما يقدمون مصالحهم الشخصيه والحزبيه الضيقه. فهذا التمرد اللي حصل باعتقادي على الاقل في الوقت الحالي هو طافه كبيره ومهمه في تصويب العمل الديمقراطي والانتخابي داخل مجلس النواب، على اعتبار أنه كثير من الحاضرين أبدوا رغبتهم بعدم التوافق أو الانسجام مع من يريد ترشيح السيد محمود المشهداني لهذا المنصب. وبالتالي أنا أعتبر هذا التطور تطور إيجابي، وأيضا نضوج العقلية البرلمانية العراقية وفقا الاختيارات اللي يفرضها الشارع العراقي او الراي العراقي، لان البرلمان اللي يذهب الى هذه المؤسسه او النائب اللي يذهب الى هذه المؤسسه عليه ان يستشعر ما هي مجسات الشارع العراقي وما هي طموحاته وما هي رؤاه للمستقبل ونظرته الى الشخصيه. نعم واعتقد هذه الشخصيه الثانيه عليها مؤشرات غير مرضيه بتصريحات ايضا لا تتناسب بحجم مؤسسة مجلس النواب، ولذلك ارتأى الكثير من البرلمانيين باختيار السيد محمود العيساوي نعم أو نعم سالم محمود العيساوي. المشهداني.